السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محدثكم حمزة علي في حلقة جديدة من لعبة كينغدوم راش. واليوم رجعت لكم مرة أخرى في هذه المرحلة السابعة اللي خسرنا فيها الحلقة السابقة. وأتمنى إن شاء الله نحاول ندير خطة اللي تسمح لي يعني نتجاوز جميع الموجات بلا ما نخسر ولا قلب إن شاء الله. ندير هنا هي واحد الفرصة هنا، وهنا هي الساحر مسلم، نطوهم حتى نقولهم نجيبو هنايا البطل ونبدأ الموجة الأولى. نروح الدار ندير دعم بطل بهذه الطريقة، ما نخليوش نتحركو من تماك. نجيب واحد من هادو نحط نشوي لك التاني. لا تاني حساب الفلوس ده غنجمع دابا كلها غادي نحتفظ بيها باش نقضي سهلية يعني الموجة اللي كتجي من هنا. ندير هنايا ندير هاد الحنا نبدا نجيب هاد هنا نجيب هاد هنا بهاد الطريقة أحسن. حط داخلين هنا مازال نجيب حد اخر هنا ندير واحد البورصة على السفر هو الأول وحد واحد اخر هنا هذا هنا طبعا هنا يبطل شوية ليش طب بطل شوية ليش حتى حتى هذا هنا شوية بطل نعم ترجع شوية لقدام نطور هذا نطور هذا أكثر بس ترجع هذا يدخل أطلع شوية تيجي خطة ما مقدش هذا هنا خطة قنبلة هنا قنبلة هنا باخر هنايا نحط هنا البرج من هاد المبنى ديال فرصة تأجيل كتاب ونطور هاي شبيه شنطة الله هذا هنا وجي عندها بلاصة بنوت لا جد قدام وهذا حطوه من هنا كاين شي حاجة هذا بعد عرفت شتو ما جيبو مزيان قدام اجا هنا ترجع واحد من ميزك هنا طور هذا باش ما ينفذش تغير اجا نعرفش سبب ما مزيان ورقة
خاصة نطور هذا يعني البروتيسور هذا وهذا الكورة بطلع. هذا يجيب من هنا تروح من ديال ولا كما كنظن. انا وليت شويه لقدام بس لا شويه نطور هذا هو الاول. الله اعتقد بعض الاخطاء كبيرة كتغير هذا تخليني نخسر قلب واحد، لكن هذا المرة من قاعد احاول اني ما نسكبش هذه الاخطاء اللي تكتبت لي كتبت من طويل. اش كنت نقول هنطول هذا البرج بقى موجود في الاخرى في هالجهة هذا تجي بزر. نروح أبص لك هنا خد أخذ المنطقة نبدأ النظرة الجديدة. أتمنى بزاف بزاف أنني نقدر ننجح في يعني أنني نفوز بهذه المقالة حتى لو كانت نجمة واحدة. معليش شنو هي أكثر شيء نطور هذا كذا طول برش. نعم طيرو عنده ممتاز الموجة عادي نطور هذا البرج تاعنا. كان في عندي واحد برج هنايا هنا مبنى ديال الفرصة نطورو وفي مثال وكل واحد مبنى هنايا هنا هذا تبقى الزهر ممكن ماشي دابا هذا المستوى نطور هذا سيكون يكون مكان السند ترمي واحد نيزك هنا خفضت كان صانع أكثر
نطور هذا البورص، البورص خاصه يتطور. انت كما شفتوا مسافة كبيرة كبيرة يعني، كيعطي مساحة كبيرة مع البورص. لا يجي يكون قوة الضربات أكبر من هذا يعني. فقط ماذا تعمل؟ تمام، نطور. هذا هنا تصبح البورد هنا ذا السحر. ممكن نختار غادي نخرج وحدنا كما قلت. حط هذا هنا، حط نطور هذه الفرصة من الدولة نكد. كمان فرصة نجيبهم هنا، هكذا نحاول نصور إن شاء الله. نسيان ذهب هنا. قبل هذا نصور بالفاور. قريب قريب غتكون مشكل. هذا نحن طبعا نصور مزيان. نقدر نعطلو هذا. رجع شوية لقدام صح؟ راح أشوف لكم شوف. نترجم هي لقدام بس ما يطلع لي هكاك. إذا هذا وهذا صور هنا بعد شوية على الكاميرا. عندي أفتر، عندي زوج فرسان هنا، وعندي فرسان، عندي فرسان بالسحر، بالسحر جو السحر هنا. نطور، نطور هذا ثم اجي وشوف وين نحن أقصى مستوى. نطور الضغط خاصنا نطوره ضروري، خاصنا نطور هذا البرج المستوى الأرضي. يبقى باش نتكلم هنا نروح من المكان إن شاء الله. سويت لك ومستوى ربعة مشي. جيب محل جديد، جوج كلوبا يعني. باقي حد الآن باقي ثلاثة نجمات، الآن باقي ثلاثة نجمات مزيان. بوبوز وين حيوان ونجيب واحد البطل ديال السفرة هنا. نطور بنا نطور
متوقع. إيه مسلسل جديد؟ كما تقول يعني باش يقلل لي يعني قلل الزبدة غيجي من هالزيا. جيب الكتاب هو هذا. طب هذه آخر مرحلة، يعني إما أربح فيها إما أخسر. هو هذا هذا أيضا. انتظرها تطويرها انتظرها زين. كنظن ان الخطة نجحت. لا ما بس هتصور رقم معلش نشوف شنو تغير. نقرب لهم البيت بصف نقوين هاي طورهم هاي طورهم ما يكون صعب صعب انك تقرب في هذا البيت. يبقى بعد الشيء صافي أخيرا البحث.